السلام عليكم، إن شاء الله الفيديو راح يكون بداية لسلسلة جدا مهمة، وهي أساس لأي مهندس مدني. طبعا بالبداية من أول فيديو، يعني أنا لساتني جديد فعليا على البرامج هاي التصميم، يعني الخبرة مش كافية كثير، ولكن أنا يعني من عدة مشاريع عملتها تربت عليها، ترى ان شاء الله افيدكم بهاي السلسله. هاي السلسله راح تكون عباره عن ديزاين للار سي ستراكشر، يعني اي مبنى خرساني كامل، في بيم، في سلاب، في كولوم، في شير وول، في درج الى اخره. راح نعمل له وفوتنج كمان فاونديشن، راح نعمل له تصميم، وراح ينشرح بشكل عام كيف بالحياه العمليه تعمل له تصميم هون. وممكن يعني انا حاليا قاعد بفكر انه مثلا الشيء اللي بنصممه على البرنامج نحاول نعمله تشيك مانيوال، دائما البرنامج مش يكون انه كتاب مصدق النتائج صح، يكون فيها خلل ممكن يكون. فانت بالعاده لازم يكون عندك حس المانيوال، يعني انت طالب هندسه يعني مباشره، يعني مثلا نقول والله البيم في 30 سيخ، يطلع لك البرنامج فيه 30 سيخ. مستحيل البيم فيه 30 سيخ، يعني البيم كثير 10 8 سياخ في المقطع اللي عندك. يعني نهاية انت دارس ار سي وبتعرف السيخ، يعني مش اذا البرنامج حكى لي عندك 30 سيخ بتحط 30 بكون في خطأ معين بإدخال الارقام، البرنامج مرات بغلط، انت لازم يكون عندك حس مانيوال. ف ان شاء الله يعني اعلمكم كيف تعمل ديزاين من خلال البرنامج، وكيف انه تشيك عليه مانيوال ان شاء الله. طبعا بهاي السلسلة راح نشرح برنامج السيف 2016، تابس 2016 غالبا ممكن نستعمله، ممكن تاب ما له داعي بصراحة. تاب يعني برنامج جيم بالنسبة للسيف والإيتابس، يعني السيف والإيتابس بيشملوا، الإيتابس بيشمل السيف، السيف ممكن يعطيك نتائج أدق. أنا إذا بدي ألخص لك الفكرة، ممكن ديزاين يكون بالتالي. خليني أنا هو أنا يعني أنا من الخبرة قلت لكم أنا خبرة بسيطة، بس يعني إن شاء الله اللي بحضر هاي السلسلة من الفيديوهات يعني يكون قادر انه يقدر يصمم مشروع التخرج ويناقشه باذن الله ان شاء الله. يعني ماشي، انا ما عندي خبره كثير زي ما حكيت لكم، بس ان شاء الله انه يكون خلال هاي السلسله اذا انت تعلمتها وحضرتها من البدايه انه انت تكون قادر انك تصمم مشروعك بدون ما تحتاج مساعده اي حدا، بس انك تتاكد من النقابه من مهندسين كبار. إن شاء الله أنا بكون خلال نهاية السلسلة أصير مهندس كبير وعندي خبرة، أقدر إني أي إشي بحس فيه خطأ راح أعطي نوت إنه ممكن هاي خطأ، لأنه قلت لكم خبرتي مش كثيرة. فإحنا يعني تكون أنت مع الفيديوهات تكون أنت مركز، ممكن أنا أخطأ ممكن ما أخطأ، يكون الإشي صح بس مش ماخذ معايير الكود. انت يعني لا تاخذ اذا حضرت هذه السلسله انه انت ممكن تصير سفاح وتقدر تحل اي شيء، تصمم اي مبنى. انا بعطيك يعني شبه اساسيات كيف تبلش كيف تحل. ان شاء الله انت مهندس واي حد بحضر الفيديو راح يكون قادر يصير يقدر يصمم، وبعدين مع الخبره بشو اذا عندي اخطاء بضبطها، ما عندي اخطاء يعني بكون بدعي لي اني انا هاي جهتين. يعني المفروض انك تدعي لي لانه العمل والسلسلة راح تأخذ جهد كبير، وإذا كان فيها أخطاء يعني المفروض إنه الكل يسامحني. بالنهاية أنا ما راح أعمل هذا المشروع وأروح أنا في الواقع راح يوقع على الناس، النهاية هي بس تدريب عشان مشاريع التخرج، عشان إذا أنت تأخذ تدريب مكتب هندسية، المكتب الهندسي ما راح يعلمك من الصفر، يقول لك لا أنت لحالك تعلم السيف مثلا، تعلم الإيتابس، بعدين تعال إحنا بنكمل لكم نساعدك. تمام، انا شغلت القلم والوايت بورد عشان اشرح لك مواضيع بسيطه، بس هي مقدمه. اول شيء في عندك سيف، سيف اختصاري ومش اسمه سيف يعني سيف امان، لا وهي عباره عن سلاب اناليسز فوتنج ديزاين اسمه، يعني هيك اختصاره. عندك الايتابس، عندك بروكر برامج يعني تصميم، في عندك ساب 2000 بالعادة اسمه، بعدين في له رموز في 20 يعني نسخة 20 في 13 برامج، في ستاد برو يعني كثير برامج انت
ممكن تستعملها كديزاينر في الاوتوكاد طبعا، بس الاوتوكاد مش للديزاين. احنا كلنا، انت مستحيل دخلت كلية هندسة ما بتعرف ان الاوتوكاد الا انه للرسم فقط، للرسم مش للتصميم، مش للتصميم. احنا هاي البرامج ممكن نستعملها كلها، ممكن لا. يعني بالعاده البرنامج بيختص في، يعني انا اجي بحكي لك السيف، بقول لك والله اذا انت بدك تصمم سلاب بغض النظر عن نوعها شو ما كان السلاب، صمم على السيف، لا تروح على الايتابس. الايتابس بصمم سلابات ترى، والله والله الايتابس بصمم سلابات، السلاب بصمم سلابات، بس لك السيف هو اصلا يعني متخصص في السلابات. اذا انت حاب تصمم سلاب يعني جرب على الايتابس تصميم السلاب، صمم السلاب على السيف. فوتينج ايتابس النسخ الحديثه بتصمم فوتينج، بس ايش بقول لك لا صممها على السيف، السيف ادق. النسخ الجديده من الايتابس يكون فيها ايرور، يعني تعطيك اشياء ايرور. نروح لشيء اللي بيستعملوه العالم، بيستعملوا السير. اذا انت بدك تصمم سلاب وفوتنج بيم بيم، حاول صممهم على الايتاب، حاول على السيف، حاول صممهم مع السيف، لا تقرب على الايتاب شيء. راح تسال طيب انت بدك تصمم فوتنج فبدك الكولوم، والكولوم من وين بدك تجيب اللي تصممه؟ بقول لك اه انت هون بدورك انه ايتابس ايتابس صمم الكولوم. ايش بصمم كمان؟ بصمم الشير وول. طب بصمم بيم؟ اه. بصمم فوتنج؟ نسخ جديدة؟ اه. بصمم سلاب؟ اه. مش دقيق. دقيق. يفضل انك تصمم مرلاك على السيف. انت هذول البرنامجين. طيب البروكن شو وظيفته؟ نحتاجه؟ ممكن ان شاء الله، انا صراحة مش متمكن منه كثير. إيه بس نحتاجه؟ كيف نحتاجه؟ فانت روح صممت بيم. تمام؟ البيم انت شاك بنتاجه، حاسس انه في خطأ. تعمل؟ بتقدر تمسك هذا البيم لحاله، تروح على البروكن وتصممه لحاله، على اللود والمومنت، وتطلع لك السكشن. ساعتها اذا السكشن البروكن قريب من سكشن السيف، بس امورك تمام. اذا السكشن بعيد، تم تبع البروكن. البروكن هو برنامج بصمم جزء جزء، يعني بصمم سكشن بيم، بصمم سكشن رب مثلا، سكشن فلات سلاب، سكشن عمود، او بعرفش بصمم عمود صراحه، سكشن فوتنج، يعني بدك اجريتد فوتنج، وين فوتنج بصممها. بصمم لك عمارة كاملة زي السيف وليتاب، بصمم لك عمارة كاملة زي السيف وليتاب. السيف السيف بصمم بيم بصمم كذا، بس بقول لك أفضل إشي لتصميم الخزانات عند عمارة حط فيها خزان مي، خزان مي عليه حمل ديدلود لأنه ثابت لطول عمر المبنى. طيب عادي بقول لك السيف تعمله إيش؟ خزانة، تصميم الخزانات. بستخدم برو بصراحة أنا ما عندي أي خلفية عنه، بالمستقبل إذا صار ممكن نشرحه، يعني إذا في أنا صار عندي خلفية عنه. قلت لك أنا ما عندي خبرة مهندس حديث التخرج، فراح إذا أنا بتدرب وأنتم تدربوا إن شاء الله كلنا نصير مهندسين قادرين نصمم على كل هاي البرامج. طب الأوتوكاد شو وظيفته؟ الأوتوكاد كالعادة رسم، يعني أنت عندك مخطط معماري، من وين بيجي المخطط المعماري؟ أكيد من الأوتوكاد. أنت مثلا يعني الاوتوكاد شو كمان في شوب دروينج، يعني مخططات تنفيذيه بدك ترسمها على الاوتوكاد. في عندك كمان يعني كثير شغلات الاوتوكاد مهم جدا. انت اصلا لما بدك يعني ترسم العماره على السيف او على الايتابس اللي هو فيو البلان ترسمه، تتم تجيبه من الاوتوكاد نعمله في خيار تصدير الاوتوكاد للسيف او الايتابس. الاوتوكاد هو اساس، وان شاء الله بدايه السلسله راح تكون عباره عن شرح، اشرح لك شو اوامر الاوتوكاد. لا ما تفوت على الفيديو، تكون عندك اوتوكاد عارف تعمل تم، عارف تعمل لاين، عارف تعمل بوي لاين، عارف تعمل ايرز هكذا. راح احاول اشرحهم بشكل خفيف ان شاء الله خير. هسه نحكي راح نبلش بالاوتوكاد، بس قبل ما نبلش بالاوتوكاد بدنا نفوت على برامج التصميم اللي احنا برامج التصميم هاي السيف والايتابس يعني نحكي عنهم. كيف بالعاده المصممين بيعملوا بالواقع؟ شفت اكثر من حدا، ناس بيعملوا شو؟ السيف صمم طابق طابق، يعني انت تروح تمسك سلابة الطابق الاول تخلصها، تحط سلابة الطابق الثاني بتصممها بتخلص، سلابة الطابق الثالث، وهذا العمل يعني باخذ جهد. اذا انت عندك مبنى 20 طابق بتعمل ترسم 20 فلان بغلب كثير. فهي الطريقة الاولى انت ترسم كل اشي على السيف، بس ترسم المبنى الفيو على السيف. انت ممكن مش فاهم اشي هسه، قال خلال الفيديوهات راح تفهم بالتدريج. راح صرت تحكي لي انا يعني
ارسم مثلا مبنى من 30 طابق برج، ارسم كل سلاب لحال، كل طابق لحال بتقلب. في ناس شو بيعملوا؟ بيرسموا كل المبنى على الايتابس، لانه الايتابس مبنى بصمم الزلازل، مبنى بصمم المباني العاليه. يعني برج خليفه مصمم على الايتابس، خليفه اللي كانوا 192 طابق ايتابس. والله يعني انت مصحح مصممين برنامج على الايتابس، هذا اللي انت هسك تعطيني اياه. انا بس اخلص السلسله هاي ممكن اصمم برج، فهمت واخذت المعايير، بعت الكود، جربت اكثر اصمم برج. مشكلتك يعني تقدر تصمم برج؟ اكيد يعني مش على الشيء اللي بدي اعطيك اياه بدك تروح تصمم البرج، انت بدك تاخذ تدريب وعندك خبره لتصمم برج، خبره سنين، مهندسين كبار. هاي برجع اقول لك هاي تدريب، كيف تتعامل مع اساسيات البرامج هاي، تصمم يعني راح تعطيه يعني اخر السلسله راح ايش، راح تاخذ نتائج وتكليح وقيم. هي فكره انه ممكن مش صحه الحل او صحه النتائج ما تكون 100%. تمام. في ناس شو بيعملوا؟ بيرسموا طابق واحد على الايتابس، وفي خيار بالايتابس يعمل ريبليكيت، يعمل يعني الطابق يعمل له نسخه اكثر من مره، لانه بالعاده الطوابق متشابهه ممكن تغييرات بسيطه. مثلا بس يعني على الايتابس ترسم طابق وتكرره 30 مره، صار عندك 30 طابق، خيار يودي لك طابق سيف. كل والله بده يصمم سلابة الطابق ال 30 بتقول له اكسبورت تو سيف، سلابة 28 اكسبورت كسيف. هيك شو بصير؟ بصير عندك الشغل اسهل. بالتالي ممكن احنا نرسم البرنامج البرنامج المخطط على الايتابس، بعدين اذا بدنا نصمم سلاب او فوتنج او بيم نوديهم ايش؟ نوديهم على السيف نعملهم اكسبورت. بحاول اعمل هيك وبحاول انه طابق طابق، السلسله راح تكون طويله، يكون في عندي الترناتيف مره اصمم هيك مره اصمم هيك، هاي عشان تتعلم كيف تصمم. بس هاي الفكره. طبعا تقدر تصمم كلهم على السيف، تقدر تصمم كلهم على السيف. كيف؟ بتاخذ سلاب الطابق الارضي بتطلع الرياكشن تبع الاعمده، تاخذ سلاب الطابق الثاني بتاخذ الرياكشن تبع الاعمده، تاخذ سلاب الطابق الثالث بتاخذ الرياكشن تبع الاعمده، تجمعهم بيعطيك الرياكشن الكلي على العمود وهو بتصممه. هذا شيء هلاك. تخيل عندك مبنى 90 عمود، فكر 90 عمود لمبنى اربع طوابق مرات، يعني بدك تصمم انت فعليا او ظلك تجمع 360 عمود قلبه ايتابس. ايتابس بكبسه واحده بتطلع لك الديزاين من كبسه واحده. انا يعني من خلال الدوره راح نستعمل شيتات اكسل طبعا اكيد من المانيوال، يعني معمولات من الكود عملتهم، يعني معمولات يعني من قوانين الكود، ما في اي قانون عندي من عندي. بكل بساطه انا مثلا هذا مخطط معين، هاي الاعمده هيك مثلا، من الايتابس جبت لود الاعمده تطلع عشان اعمل كامل فوق الارضي للاخر. تمام. شو عملت؟ خلاص انا الالتيميت لود عندي كذا بي كذا اتش كذا، تطلع الاريا جروس بتحط بلس برام اف واي، تطلع بتشوف بتشيك العمود اذا سيف او انسيف، يعني هل انت عموده تمام ولا لا، ومن الاريا اوف ستيل الحديد انه ايتابس بيعطيك النتائج كامله هاي تتسرب. اما لو بدك على السيف تقعد 100 سنه. تخيل قديش عمود، يعني هاي 282 هي عباره عن اربع طوابق، انك انت تجمع اربع عواميد 282 لحالها. انا عمود عندي هون 31 في 4 124، تخيل عملت هذا 124، تخيل انا عملت هذا الشيء 124 مره، انا اطلع سيف او ان سيف غبي غبي جدا. تمام. وعندي كمان واحد البيم تبع البيم صراحه جدا سفاح، حبيته كثير يعني ما عملته. كثير شيتات بالنت تعتمدها، بكل بساطة انه انت بتحط اف سي واف واي والبي ام التيميت، بطلع لك لحاله الرو، بطلع لك الاريا اوف ستيل، بطلع لك عدد البارات المطلوبة في 10 في 12 في 14 في 20. واذا انت بدك تطلع الام التيميت خلال الاريا اوف ستيل تطلع الام التيميت. تمام. يعني هاي شيتات ممكن احنا نستعملها. طيب شو كمان هسه احنا ممكن نحتاج بهذه الدورة؟ بكل بساطة عندي هون خمس مخططات، 1 2 3 4 5. ما راح أعمل بالدوران أصمم الخمسة، لا، بس بكل بساطة كان تنقل من الأوتوكاد للسيف تكون عندك شوية خبرة. بكل بساطة أنا بدي أعلمك خمس مخططات كيف تنقل للسيف. طب الفيديوهات الجاية ممكن نعمل أربع خمس فيديوهات تنقل من الأوتوكاد للسيف أو للإيتابس، وبعدين إحنا نأخذ واحد منهم ونعمل له تصميم وخلص، لأنه صعب أصمم لك خمس مشاريع بفيديو يعني بالسلسلة هاي. أنا بدي أورجيك بس كيف المخططات بتيجيك أنت من المكتب. أنت افرض أنك فاتح مكتب هندسي، بوصلك المهندس المعماري ويقول لك المالك طلب هذا المخطط، بدك تنفذه.
أصلا شايف الكاد ما له علق، إن شاء الله إنه ما يغلبني البرامج لأنها سكيلي أو كذا، إن شاء الله ما تغلب خلال التصوير، يعني أنا بحاول أعمل جهدي بحيث إنه تكون السلسلة صراحة سفاحة، بالذات الأوتوكاد ما بطول أكثر من هيك، بس بحس إنه برنامج التصوير باخذ إشي من مساحة الجهاز، يعني مساحة الذاكرة. تمام، أنا عندي هذا مخطط معماري لمدرسة، طبعا هذا كان مشروع التخرج، أنا عملت له تصميم وحصلت عليه علامة 95، طبعا صممت كل إشي زي ما راح أعطيكم بالدورة، بس أنا ما راح أصممه هون على لأنه هو مشروع جدا كبير، يعني مساحته 3600 متر مربع، طيب إنه تشرحه في اليوتيوب لأنه راح ناخذ مشروع أسهل. المهم أنت بوصلك المخطط هيك من المعماري، مثلا هذا مخطط طابق أرضي، مخطط طابق أول ثاني ثالث سطح وهكذا. طيب هذا طبعا في لوحات ثانية بتكون معك فيها تعريف لكل لوحة وشو بتخص وشو كذا، هذا أنا بتقول لي أنا ما أخذت بالجامعة إشي زي هيك، يعني أنا ما بفهم شو هذا، راح أشرح لك بشكل سريع كيف تقرأ المخطط. القراءة ما راح تكون صحيحة كثير لأن لسه ما أخذت دورة مخططات، راح تكون إنه أنت قادر تتعامل. هذا المخطط المفروض إني أخلصه أخلصه كامل، يعني تصميمه كذا يطلع معي هيك، يطلع معي هيك. مثلا ها طبعا مثلا انا اروح احكي للمهندس او للمقاول اقول له والله بدي تنفذ لي هذا المشروع، يكون مثلا عندي هون بلوك او هاي السلاب، هاي السلاب مثلا سماكتها 31 سنتي، البلوك 24، التوبمات 7، التوبمات سماكت الشبكة الحديد تبعتها 5 في 10 وهكذا. انا هذا الاشي بدي اخر اشي لازم اودي للمقاول، ان شاء الله في نهاية السلسلة راح نوصل هون. مثلا هاي عندي فلات سلاب، دي هون انا فلات سلاب 5 في 12 وبوتوم مكتها 20 سنتي، يعني انه انت في النهاية بس نخلص ان شاء الله هاي الدورة حيكون عبارة عن انه انا انه من المخطط هذا مثل ما احنا شفناه على الاوتوكاد نحوله لمخطط انشائي كامل، مخطط تنفيذي يقدر المقاول يشوفه. اصلا احنا بنوديه على السيف، ما راح نوديه بهذا الشكل، راح ننظفه مظبوط ويصير كثير واضح، واضح خلال الفيديوهات الجاية. طبعا عندي مخططات كثير قلت لك هذا مدرسة، في عندي هون سكني، هون مبنى سكني، هون معماري فيلا، فيلا يعني مبنى سكني بالعادة من 4 طوابق، وهنا معماري. أنا راح أشوف اللي المناسب أقدر أعلمكم عليه. هذا الإشي اللي بس بدي أورجيك إياه، يعني هو هذا المشروع إن شاء الله بنسبة كبيرة راح نشتغل مع بعض بالدورة. طبعا عارف ليش فكرت هيك، أصلا يعني الجهاز يبغى صوت، بشوف إنه الإشي ذكي كثير على الجهاز. طيب مبدئيا احنا الاشي اللي راح اعتمد بهاي الدورة هو سيف 2016 ويتابت 2016. انت ممكن ما يكون عندك هالجهاز، ان شاء الله برابط الوصف حكون في قناة تليجرام للأوتوكاد مع الكراك تبعه للسيف وللإيتاب، راح يكون في قنوات تليجرام محطوطة برابط الوصف بحيث انه انت تنزلهم وما يكون في اي غلبة عليك. انا هون عندي مخطط معماري مخطط إنشائي، هذا المخطط فعليا يعني وصل المعماري والمهندس أنشأه تحت، إحنا بناخذ الإنشائي هذا اللي راح نعطيه للمهندس آخر إشي المقاول. المعماري أجاني زي هيك بقول والله المبنى علق، بقول المبنى هذا مشان الكت والفل، هذا مشان الكت والفل، هذا المخطط، هذا مشان حساب الكميات، يعني ما راح يفيدنا مبدئيا. أنا كل لوحة بكون مكتوب هذا مخطط الموقع العام، يعني بدك تعرف هذا المخطط هون مثلا في شارع، هون في حد الجار، هون في كذا، هاي مثلا قراءة مخططات. احنا وظيفتنا قراءة مخططات اللي هون، احنا وظيفتنا انه قديش مساحة الطوابق اللي عندنا، قديش طابق عندنا كراج، ما عندنا كراج، انا مشان الابواب والشبابيك عشان تشطيبات ما عندنا فيهم، مخطط ميلان المطر يعني بس عشان منسوب هو نفس مكان المطر ما لناش فيه، احنا بهمنا هذا مثلا. التشويه الثاني، التشويه الثانية عبارة عن كراجات، التشويه الأولى عبارة عن مبنى سكني، يعني إنه شقق، يعني تسويتين، تشويه كراجات، تسويه هاي مبنى سكني، هذا بس إنه
على الاساس يعني، هذا عشان يضرجك الاساس كيف، هذا بدون اساس تفرق معي، فبالنهايه احنا كلنا نخليه انشائي، هذا الطابق الارضي، هذا الطابق المتكرر، الطابق المتكرر يعني مثلا الطابق الاول والثاني والثالث نفس التصميم ونفس الابعاد ونفس كل شيء، بس بيعطوك واحد اصلا فوق بيكون معطيك جدول انه شوف الطابق الثاني والتسويه والارض نفس الشيء، الاول والثاني والثالث ونفس المخطط. تمام، تحت هون السطح، هون الواجهات، بفيدني الواجهات عشان اطوال الاعمده وعشان جروال عشان تحسب الحمل يعني، وهاي الواجهات عند السكشن، هذا طبعا مكتوب سكشن بي بي، طيب وين سكشن بي بي؟ تروح هون، هاي هذا اي اي وهذا بي بي، هذا سكشن، لما قطعت شفت الواجهه عندي هيك. هون الواجهات عشان هاي ما فيش جاله ارتفاع، بس عشان كيف الواجهه الشبابيك وكذا، بهمنا السكشن بالعاده. وبتصير جدول التشطيبات مكان الأحمال، وهاي الجدار، هيك الجدارات عندي مع إنه ما في داعي، طبعا بهمنا المصادر. هذا المعماري، هيك أنت بوصلك بالعادة، أنت كمهندس مدني أو مهندس إنشائي لازم توصل إياه بالنهاية زي هيك، يعني تقول له هذا والله سكشن العمود هيك تسليحه كذا، طبعا هذا التسليح من وين جبته؟ من اللي تابس سكشن العمود الثاني، لأنه عندك هون سي 2 سي 2 سي 2 سي 2، عندك سي 1 سي 1 سي 1 بتلاقي بالنص، هاي F1 C1 يعني انه القاعدة الاولى C1. طبعا القواعد هون والله في ابعاد القواعد، سكشن 3 سكشن 2 سكشن 1، هاي كومبايند فوتينج سنجل فوتينج وول فوتينج، طبعا هون كاتب لك تم التصميم على تحمل 2.5 كيلوغرام يعني بيرنج كاباسيتي 25، هذا بتفيد مهمة الاساسات لتحمل 5 ادوار، ممنوع تصمم طابق سادس، الخرسانة العادية بقوة كسر لا تقل عن 140 كيلوغرام بعد 28 يوم، الخرسانة لا تقل المساحة الخرسانة المسلحة لا تقل عن 250 بعد 28 يوم، يعني اف سي برايم لما بدك تصممها لازم تكون 25 او 30 يعني 30، هذه التسليح على الشد جريد 60، الاف واي 420 كيلو متر للكيلومتر مربع، هون جرام كل سنتيمتر مربع يعني تحويل وحدات يعني، كل واحد كان يغلبنا ايام الار سي يعني. فوتنج سكيدجول السكشن الفوتنج كيف تزيل الحديد، انت كمهندس مزدني هون دابات في الثمن ما وقفت الفيديو مباشرة شنو وقفت. المهم مثلا هذا التسوية الثانية، هذا تسوية الكراجات صممها مثلا ريب كلاب، البيمات عندي بهذا الشكل، الأماكن 25 سنتي، تسليح البوتوم للأعصاب والأعصاب بس بهذا الشكل، هذا إيش اللي أنت وظيفتك كمهندس مدني. التسوية الأولى برضو عملها ريب كلاب تسليحها كذا، ممكن يكون مختلف عن الثانية ممكن لا، حسب الأبعاد وحسب المومات بالنهاية. السلابات بيهتمش من طابق لطابق يعني، إن شاء الله تمام الأخير نفس السلاب الأول ما فرقش ترتيبهم. تمام، عادي يعني لو صممت الطابق الأخير قبل الطابق الأول عادي، الطابق الأول قبل الأخير، بالنهاية السلابات ما بتفرق معي لأنه الحمل اللي عليها هو ديد لود وايف لود، يعني ما عليها حمل من العمود معي لأنه السلاب هي أول شيء بتصمم بالعادة، ما بفرق معك أي تسوية أو أي طابق تصمم أول، بتفرق معك البيمات والأعمدة، الأعمدة بتفرق معك أي طابق تصمم قبل. اللود العمودي تراكمي، عشان هيك احنا دائما نبلش من تحت لفوق تصميم، يعني سلابات طابق الارضي سلابات كذا كذا وهكذا، ومننفذ من تحت لفوق. علق مش مشكلة، وهي مثلا السقف المتكرر يعني خلص كل الطوابق الاخيرة تصمم ريب كلاب زي هيك، بعض السطح سطح ما اصلا يعني عادي ما بفرق. الجداول البيمات عندي يعني اذا انت بتطلع فوق بتلاقي B1 B2 B3 B5 B6 فهي B1 ابعاده مثلا متر ب25، طبعا لما نوصل للبيمات نشرح ليش متر ب25 ليش تب 25 تسليحه زي هيك، السكشن تبعه زي هيك، مكانات وكل شيء، سمبل بيم كونتينوس بيم وهكذا. بالدرج بتصمم هيك الوول او الووتر تانك، هون الكنات الاعمدة كيف العمود بتصمم تفند الثالث والثلاثين، هذا التبييم هيك تسليحه هكذا، تسليح الشير وول. احنا هيك احنا لازم لما نخلص الدورة لازم نعمل هذا الشيء، احنا بالبرامج نعمل نطلع قيم يعني نطلع هاي الاثنين فاي 12 اثنين فاي 14 كرسم، ممكن تكون انت يعني مهندس رسم مهندس شوب درون، نطلع المخطط، انا غالبا راح اصمم هذا المخطط بصراحة لأنه يعني مش إنه سهل صغير. طيب نيجي للبرامج، عندي السيف، طبعا السيف والتابس نفس الواجهة نفس كل إشي، فإذا أنت تعلمت واحد منهم
تعلمت الثاني ديزاين اوف سلاب بيمت فاونديشن. ما بقول لك الافضل انه للسيف هاي. لاحظ انه اول ما تفتحه معك زي هيك طبعا القلم عندي هون فايل عندي نيو موديل عندي اوبن. نيو موديل هاي اختصارها وهاي الاوبن. نيو موديل يعني تفتح موديل جديد. مثلا هون في عندي ديزاين كود، طبعا ما راح اشرح بس بكل بساطه خليني اختصر لك اياها. عندي هون الكود اللي بدي اصمم عليه، احنا مصمم على الاي سي اي بالاردن بالعاده، مصمم على البي اس، يعني ما راح يفرق معي كثير كتصميم بس احنا مشان المشاريع بالعاده مصممها على الاي سي اي. هون عندي اذا انت الوحدات الديزاين بريفرنسز مش مهمات كثير. هون اذا بدك تصمم فلات سلاب بس صمم فلات سلاب مث اتش بي ام، تصمم تو واي سلاب، صمم ليبشي يعني راوت فاونديشن، بدك تحط جريدات ما اللي فيه. احنا بالعاده بنشتغل بلانك ومحول من الاوتوكاد. اليونت بنشتغل متر ولا كيلو نيوتن ولا كذا. في الاوبن انه انت عندك موديل جاهز، يعني هيك واجهه البرنامج. في عندك هون ديفاين يعني لو الموديل فاتح، في تعرف الماتيريال الاف سي برايم الاف واي وهكذا. وفي اناليسز، في ديزاين، في ديتيلينج اللي هي شوب دروينج، بس هون شوب دروينج مش دقيق ابدا. هون ادوات الرسم، يعني هيك واجهه البرنامج ان شاء الله راح نحكي عنها بالتفصيل للممل. يعني عند الايتابس لو تفتح الايتاب تفتح الساب نبتدي الايتابس اذكر شوي. هذا بعد بصمم زي ما انت من رسمته مبين انه بصمم ابنيه عاليه من ضد الزلازل. هتلاحظ لما تفتح الايتابس، الايتابس طبعا اقل كثير، نفس الشيء في نيو موديل عادي. راح نشرحها كله بالتفصيل الكود وكذا كذا وعادي. نفس الشيء هون شوف تحت السلاب الايتابس ضد الطوابق ايش ارتفع الطابق وهكذا. لاحظ انه بالسيف ما كان في شيء، وهذا نفس اللي كان بالسيف. لاحظ انه الايتابس بصمم طابق مع بعض، السيف بصمم طابق هكذا. هون في عندي الديفاين، عندي الماتيريال، شوف بدي لك اياها 3D 2D هلق عشان مش تثقيل. عندي هون تفصيل ديفاين ماتيريال سكشن سبرينج تيب فرام. خلص برنامج علق مشكله. لاحظت انه نفس الواجهه. يعني ان شاء الله راح نقطعها هذول بالتفصيل الممل. الفيديو راح يكون كيف تحول من الاوتوكاد سيف اكثر من فيديو واحد، وممكن المخطط تاخذ منه 2 أو 3. تعلمت هالخطوه انت تخلص تصميم فعلا صراحه. يعطيكم العافيه.